الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما يوجد مكان أو زمان في هذه الأوقات المتأخرة أحوج من أن نتحدث عن الفأل وحسن الظن بالله، وأطلق وجهك وابتسم فإن الكون يسير بقدرة العظيم. سبحان الله. مشكلة الزمن هذا كثر المحبطين والمثبطين، وهناك آلام تختفي في أركان الأرض، حروب، مجاعات، أمراض حار الأطباء معها، اكتئاب حل وضرب بجيرانه في بعض البيوت، مهدئات، قلق، خوف من كل شيء حتى من الخوف نفسه، عبرة لا يعرف صاحبها ما سببها، آهات، بعضهم هرب إلى المخدرات، البعض إذا قلق ولع السيجارة، يحرق نفسه بنار على نار. تجد أن بعضهم إذا تحدث بتفاؤل في المجلس قال ولو النكبة قادمة، بعضهم يصنعون النكبة. نعم، النكبة قادمة، الأيام القادمة سوداء، والله إني أنتظر، توقع، بعضهم يتوقع بطشا ونازلة وفاجعة لثلاثين سنة، وهو يروج مش مخدرات، يروج الإحباط في الأمة ويروج في الناس لا تثقوا في الله. والله إنما خلف الأكمة، خلفها الذئاب والحيات، والله ما فيه إلا العافية. يا أبو فلان الله عين خير، الله يجزاك خير. الكون لا يمشي صدفة، هذا بتدبير الحكيم العليم. يا أخي اتق الله في نفسك، الله الذي خلق كل شيء جعل العاقبة للمتقين، والعاقبة بيد رب العالمين. أنت مخوفنا ليه؟ أنا نعم لا أريد أن أفرط في التفاؤل السلبي، لكني أنا أثق في ربي. ولذلك لماذا نتكلم عن التفاؤل؟ لأننا في زمن حقيقة أحبابي، نكبات الاقتصادية الآن التي تحيط بالعالم، الحروب التي تحيط بالعالم، آلام نراها عبر الشاشات. أنت لو تشوف لك أخبار بالريموت وتشوف أخبار أصبت به يضيق صدرك مباشرة، على تترك طعامك، تدمع عينك، وجميل أن أدمع عيني وترجم الدمعة بدعوة وبصدقة، لكن بعضهم لا يلتفت ويقول هلك الناس، والله أنا متوقع نكبة بعد سنة سنتين. يا أخي اتق الله، عين خير، اذكر الله يا أخي الحبيب. ولذلك هؤلاء الذين يحبطون ويثبطون وينشرون التشاؤم فينا، أقول لهم كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل، يعجبه، ثم عرف الفأل في حديث أنه الكلمة الطيبة، كلمة طيبة. ولذلك كلمة سالم، الله يسلمك ما شاء، شرح صدري، امرأة كانت يعني أتت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان اسمها قبيح، فسماها الحبيب جميلة، يثرب أتاها فسماها طيبة، حزن بن سعد الساعدي سماه سهل بن سعد. الحبيب كان يحب التفاؤل حتى يتفاءل بالأسماء، وبعض الناس لا، مقفل وشارب يعني سطل ليمون ومتمضمض بغراء، معليش هذا تشبيه غريب. ليه؟ انا اريدهم يبتسم احبتي، لان كيف بغراء؟ خلاص يا اخي، ما اصبنا بنكبه ولن نصاب، انت اللي احرقت زهره حياتك. يا اخي كن مع الله واحفظ الله يحفظك، ان مع العسر يسرا. نحن نقول الكون لو كان يدبر قوى عظمى لخشينا الا ناكل ولا نشرب، لكن اللي يدبره عظيم رب، هو رب العالمين. ولذلك نحن في حاجة مع مروج التشاؤم أن نوقد في الظلام شمعة، وأن نقول الفجر قادم، وأن ننظر في ظلمة الليل وعتمة الليل، أن أرتقب هناك، هو ظلام لا أرى إلا ظلام، لكن عندي يقين أن الفجر سينفجر نوره، وعندي يقين أن الله أرحم بعباده من بعض عباده الذين نقلون على النقالات ولازلنا نمشي على الأقدام. لذلك ما هو الفأل؟ أجمل تعريف الفأل يا شيخ عبد الله، هو توقع حصول الخير في المستقبل. والتوقع أحيانا يقول واحد علمني يا شيخ، تعال تعال يا المتفائل، تعال شوف يا شيخ، البترول نقص، ها الأمراض تنوعت، الأوبئة، فسورية، إخواننا في فلسطين، ويبدأ يحدد يعدد لي. أنت عددت المآسي، طيب لماذا لا تعدد النعم؟ أنت الآن أخذ جانب واحد فقط ولم ينتبه إلى الجانب الآخر. هل الذي في الكون يعرفه الله؟ آسف، يعلمه الله، لأن الله يوصف بالعلم لا يوصف بالمعرفة، لأن المعرفة يسبقها جهل. هل كان يعلمها الله؟ نعم، شاءها، أرادها، قضاها،
قدرها نعم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عدد يا أخي بدل ما تعدد علي النكبات، عدد النعم التي نحن فيها يا أخي. أنت في نعم لا تستطيع أن تحصرها. توقع من الله كل خير. إن القرآن كله فعل، كتاب أنزلناه إليك مبارك. الفعل من أول آية، بسم الله، أستعين بالله، لا بحولي ولا بقوتي أدخل في هذا الأمر، إنما بحول الرحمن الرحيم. فعل يعني أنا محفوظ. خايف بوابة الفعل تبدأ من البسمة، من أول بسم الله. بسم الله استصحاب العبد، استعانته بربه، استغاثته بربه، توكل على ربه. معنى بسم الله الرحمن الرحيم لا بحولي ولا بقوتي أبدأ هذا الأمر، إنما بحولك يا رب العالمين. يا شيخ اللي معه ربي يضيع، يا شيخ اللي معه أبو ما يضيع، كيف اللي معه ربي يا أخي الحبيب؟ اللي عنده رصيد في البنك يقول أنا مأمن مستقبلي، مع أنه يمكن يروح للأسهم وتروح كلها، معليش ها، وممكن يقول أنا قوة ويمكن يحلل ويلقى مصائب، لكني أقول تفاعل، معليش أنا لا أريدك، لكني أريدك مع الله. كيف نثق في الخلق ونثق فيما أعطينا من الخالق، ثم الخالق نفسه لا نثق فيه؟ القرآن كتاب فعل، بسم الله. وبعد لاحظ اقرأ الآية التي بعدها، الحمد لله رب العالمين. المتفائل ترى ما ينظر للنعم، ينظر للنقم. الله يقول من أول القرآن كتاب فعل، الحمد لله، احمد الله على نعم ظاهرة باطنة خفية. كم تبيع عينيك يا اللي تتضجر؟ كم تبيع العين؟ مليار أكثر؟ تقول والله كنوز الأرض. إذا أنت غني، أنت كنز يمشي على الأرض. لماذا لم تحمد الله؟ ليه دائما تنظر إلى نعم غيرك وما نظرت نعمك؟ إسلامك كم تبيعه به؟ ما تبيعه؟ دينك أغلى. إذا أنت كومة من النعم تتدحرج على وجه الأرض. احمد الله. والحامد متفائل، ليه؟ لأنه يحمد على نعم أتت ويستقبل نعم قادمة، مش نقم، لا ينتظر الله جل وعلا عبوديته للخلق مبناها الرحمة. أول آية الحمد لله ربي العالمين الرحمن الرحيم، قبلها بسم الله ما قال بسم الله المنتقم الجبار، إنما قال الرحمن الرحيم حتى يطمئن عبده، حتى يطمئن عبده. يا أخي كتاب فعل، اطمئن. لكن إذا أنت بتطمئن وتترك العمل مالك يوم الدين، ها ترى في يوم حاسبك فيه. ولذلك توازن أيها المؤمن. فالفعل كتاب الفعل، أيضا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. يا سلام، يعني مع القرآن هداية. سبحان الله، سيرشدك الله. واصل يا شيخ، معليش لنا واصل في ذلك. اقرأ آية في سورة البقرة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يا ستير، وكل بني أنثى لا بد أن تنقص نعمه، وأنت يجب أن تنتظر ابتلاء الله لك. لكن بلاء الله له وجه جميل في الفعل، أن الله إذا أحب عبدا أصاب منه. ويبدأ القرآن يرمم القلوب المتصدعة، ويبدأ القرآن ينبت في القلب ربيعا. اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ما معنى ربيع قلبي؟ أن تستوي عندي عطاؤك وأخذك، لأنني سأحمدك في الحالين. الحمد لله رب العالمين. ولاحظوا أحبابي، إنا لله وإنا إليه راجعون تحتاج محاضرة. ما التوحيد؟ العبد إذا قالوا ذهب قدم من أقدامك أو قطعت أقدامك سبقتني إلى الجنة، أبنائي سبقوني إلى الجنة، الملتقى الجنة. لما؟ لأن هذه الدار ما رضيها الله لمحمد عليه الصلاة والسلام، فكيف يرضاها لي أنا؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة وهنا فأل أن في الدنيا كل الأخذ إعطاء، لأن اللي يأخذ منك اللي أعطاك يا شيخ، ولياخذ منك ينتظر يريد أن يسمع ماذا تقول. قبضتم فلذة عبده ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال ماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، صبغة الجنة تنسي آلام الدنيا. لذلك أنا متفائل. لاحظ يا شيخ في كتاب في القرآن قصص الأنبياء كلها تفاؤل، كلها 950 سنة يا أخي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. يا أخي شل الأمل هذا يا شيخ، 950 يوم ما أعطيناها مهلة لأبنائنا، ولا ثم يوم واحد نبدأ نتقاعس مباشرة. نعم، وبعدين يقول الشرع على اللي يدعوكم ولا ينصحكم، ها وخلاص يولي يقزز ويرجع وراء طال عمرك، ما فيش فايدة. وهنا يأتي الشيطان فيفسد على القلب الأمل. جميل. وقبل أن أنتقل نقطة، هذه قصة يوسف
هذه مهمة، عزاء كل مكروب وكل مظلوم وكل من ابيضت عينه من الحزن وكل من قال طال ليل الألم. أقول له اقرأ سورة يوسف، والله إنها رسالة من الرحمن الرحيم إلى عبد تضجر وتصحر قلبه تأتي البلسم، لذا اقرأوها بتدبر. أعود، الشيطان الرجيم من مكائده ومن خطواته، لا تتبعوا خطوات الشيطان، مكائده، ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الشيطان الرجيم ترى من زمانه يشكل منتخب الذاهبين إلى النار، ها، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك. ها، من كيده ومن أكبر ما ابتلينا في هذا العصر من كيده هو التخويف، ها، فلا تخافوهم وخافون، ولذلك لأقعدن لهم صراطك المستقيم لآتينهم من بين أيديهم. العالم اللي دائم بعضهم يقول يا شيخ أعيش فرحة قلبي يكاد يطير سعادة ساعة بعدين يعود من جديد وأنقلب، أنظر للدنيا من نظارة سوداء، أنظر بحزن في صدري حزن يا شيخ، والله لا أدري ما سببه، المال موجود، الزوجة موجودة، البيت موجود، الوظيفة موجودة، الصحة موجودة، الدين موجود، لكني حزين، إنه عدوك. عندما يعيش الإنسان جنة الرضا والسعادة والرضا على الله عند أخذه وإعطائه، يأتي الشيطان ليصحر روحه ويجعله متشائما. الشيطان دائما من كيده، ها، حتى لو بتوب أنا قال أنت ويا وجهك تتوب، وش كم سوي البارح؟ ماذا فعل؟ يبدأ يذكره، ويبدأ يذكره، وبعدين يضع دائما الاحتمالات السيئة. الحبيب يقول من قال أهلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية أهلكهم، هو دائما يقول ضاعت، ما في فائدة الدنيا، وسيأتي، وحتى أن بعضنا ينظر إلى السماء متى سينزل سخط من الله أو عقوبة أو إعصار. يا أخي الله أرحم بي من أمي، ويوم القيامة لو قيل لك يحاسبك الله أم تحاسبك أمك، والله ما تختار أمك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فأنت حتى أمك ما هو أرحم بها منك، بك منها. ومن هنا أحبابي كيف نتجاوز هذا؟ هذا يحتاج إلى خطوات، وأهم خطوة وإن شئتني أن أدلف إليها، لا يمكن يجتمع اليأس ولا القنوط ولا الخوف ولا الاكتئاب ولا التشاؤم في قلب عرف صاحبه ربه جل وعلا. اللي يقول إني أعرف الله أقول ما معنى الله؟ الله علم على الباري، الاسم الذي تتبعه الأسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الله هذا العظيم. تصدقون بعضنا ما يعرف معنى الله، مشتقة من ماذا؟ غاية الحب مع غاية الذل، غاية الخضوع. شيخ سبحان الله العلي العظيم، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. العبودية الجميلة هذه، الله أذل له في غاية الذل والحب والتعظيم. إذا بعضنا لو تقول الصمد ما معناه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، كيف تكون التحيات وكيف تكون صلوات وطيبات؟ البعض يقرأها من 20-40-60 سنة ما عرفها. نحتاج أن نعرف الله، ولو لم يكن في الحلقة من أراد أن يتفاءل فليعرف ربه، لأن معرفة العبد ربه أصل الأصول، وهو أول سؤال في القبر. يقول أنا قلت أمس في لقاء أو في الأيام الماضية في لقاء عندكم في قطر الخير، قلت لهم يا أحبابي، يقول شايب لي يا شيخ يا أخي العلم أنتوا عندكم علم كثير، لكن الله مو بسألني إلا عن منهج الابتدائي، من ربك ما دينك من نبيك، وأنتوا رحتوا في العلم وأبحرتم وأبعدتم، وسؤال القبر مكشوف والإجابة معلومة والرسوب كثير. يا شيخ قلت لا، الرسوب لا تتشائم، الناجحين كثر. لذلك أقول اعرف ربك، باب السعادة، سر الأسرار في السعادة والتفاؤل أن يكون الله عظيما في قلبك تحبه وتخافه وترجوه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده إذا سألت فاسأل الله، يعلم التوحيد حتى لا يمكن أن ييأس إنسان، يعلم أنه إذا احتاج أمر سأل الله. ما تكفى يا دكتور، يا أخي الدكتور يموت مثلك يا أخي، والدكتور يعطيك سبب للحياة لكن المسبب أين هو؟ لذا نحن نحتاج لكي نتفاءل إلى أن نعود من جديد لنقرأ من جديد كتاب الله وسنة نبيه. أحبابي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كم مرة جلست مع 99 تعرف المعنى وتتدبره
وتسأل الله به ولله الأسماء الحسنى فادعوه ادعوه بها يا حفيظ. خلاص حفيظ يحفظك يا رقيب. ما يمكن يفتح www.زبائل وهو عارف أنه رقيب. وهكذا حب الله يجب أن تحبه. لماذا؟ لأن ما بكم من نعمة فمن الله. يا أخي شكرنا الكون كله إلا من خلق الكون، ومن هنا سلط الله علينا بعض الهموم في نفوسنا. تربية الابن وتربية النفس على حب الله أكثر من حبي للماء البارد على الظمأ. الماء البارد إذا دخل على ظمأ له لذة لا يمكن تترجم ولا تكتب، لكنه يعبر أحيانا بدمعة في سجدة. ويا رب وأنت تعلم أن الناس لا يسمعون، لكن السميع البصير لأنك تعرفه بسمعه وبصره سبحانه بصفاته فتدعوه، هنا يمتلأ القلب إيمان. وإذا امتلأ القلب حبا للديان والله ما يجي في صحراء ولا يمكن يدخل فيه الهم ولا يتشائم. يا أخي الإنسان إذا علم أن الكون ليس مبني على صدفة يدبره العظيم، يا مدبر دبرني، يا ربي إني لا أحسن التدبير فدبر حالي، هنا تطمئن. وبعدين للمعلومية التفاؤل نتائجه غير منطقية دائما إذا كان في الله. يقول يا شيخ الأسباب اللي أمامي، يقول ما هذا لا توصلني إلى الهدف الذي أريده، ما في كيف يجيني ولد يا شيخ عقيم. اقرأ قصة زكريا في القرآن، اقرأ إبراهيم عمره 90 وهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. سبحان الله يا شيخ. نعم يا أخي، واحد مريض 18 سنة يتفجر جسده قيح وآلام ويرفع عين ربي إني مسني الضر، ثم يا أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وآتيناه أهله ومثلهم معه. ليه؟ نعم العبد إنه أواب. يعرف ربي ما يعرف طبيب، هو يعرف الله. لذلك لا تقعد تقول لي يا شيخ أقنعني. يا أخي في غيب، الذين يؤمنون بالغيب قدمها الله على إقامة الصلاة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أين الإيمان بالغيب؟ ولذلك يا متفائل أنا ما أثق في الأسباب ولا أثق في ظروف ولا في عالم اليوم، أثق في مسببها سبحانه الملك الحي القيوم الذي إذا أراد للشيء أن يكون قال كن فيكون، ويعلم الشيء الذي لم يقع ولم يكن، لو كان كيف يكون. علمه لا يسبقه جهل، وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. منها غير قناعاتك، هذا منطق يعني غير قناعاتك. لأن عندنا بعضنا يا شيخ قناعات فاسدة منتهية الصلاحية ولا زال يتجرعها، وربما أخذها كابرا عن كابر، يعني أخذها كابر عن كابر، أخذها كابر عن كابر، ويقنع الناس بها ويقسم عليها كأنها وحي مقدس. وتجدنا يا أخي يوم شاب ودوه للكتاب. إيه نعم، في ناس شابوا ودوهم الكتاب وصاروا علماء، وإن في نوابغ ما نبغوا إلا بعد 60. يا شيخ ما الزواج شر لا بد منه. لا يا حبيبنا، الزواج نعمة وجنة وخير. أنت فاشل في الزواج غير قناعاتك حتى تتغير. مثال الأبناء ما فيهم خير، أحدهم يقولون له أبشر بولد، قال بشروا الفسقة بصاحب جديد له. أعوذ بالله يا مسلم يا أخي. إيش هذا؟ قال الأبناء اليوم ليس فيهم خير، ومن هنا يرزق هذا على فأله الذي. ولذلك تفاءل بالخير تجده، أو تفاءلوا بالخير تجده، وإن كان لا يصح رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس بحديث، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. تفاءل بالخير تجده، ولو لم تجده فتقول ما عند ربي خير وأبقى. غير القناعات يعني، وليس. ولهذا يا أحبابي معظم التشاؤم من تركيبة متشائمة داخل النفس، لأن العبد هو على العنصر الأول لما لم يعرف الله بدأ الشيطان يعطيه الأوردر أو يعطيه الطلبات، حقق هذا. هذا أصلا مقدمة الأولى، مقدمة ثانية النتيجة لابد. لا يا أخي الحبيب، في مقدمات ما تجي لها نتائج، لأن مقدماتك أصلا خربانة فاسدة. عدل المقدمات حتى تأتي النتيجة صحيحة. غير قناعاتك وقل سأحاول أكثر من مرة، وقل الله أراد بي خيرا، وقل يا شيخ لربما هناك باب لم ينفتح. واحد واقف عند باب، أنا أعطيتك يا شيخ عبد الله 20 مفتاح وقلت افتح الباب، فقلت المفتاح موجود، قلت أنا أظن ذلك، ماذا ستفعل؟ ستجرب فتح؟ لا، الأول الثاني الثالث. أواصل يا شيخ، أواصل إلين يجيني، يمكن يجي المفتاح الأخير، ويمكن ما فتحته لكني حاولت. أرتاح نفسيا أني حاولت أن أفتح الباب. لكن بعضنا لا، يقف يبكي عند الباب
يقف يا أخي لأن توقد شمعة في الظلام خيرا من أن تلعن الظلام ألف مرة، وهذا مثل عند أهل الصين. ولذلك حاول بتغيير القناعات، ما في فائدة هذه التي تدمر الإنسان في العمل. اجلس وين رايح أنت؟ ما في فائدة يا أخي، بقدم على الجامعة من جديد أبدا. يا أخي ما نفع الطبيب هذا، جرب طيب ثاني. لا يا أخي ما، وهو لذلك في أبواب موصدة في حياتنا ما نتفائل بعدها مع أن بصيص النور خلفها، لأننا لازلنا مكبلين بقناعة مد رجليك على قدر الحافك. طيب ليه ما نخلي حافي على قدر رجلي؟ ولذلك يا شيخ أن نقول لواحد أن تنتظر فرج الله خير من أن تنتظر سخطه أو تنتظر مصيبة قادمة. أن تقول نعم نحن لا نستحق نصرة الله، لكن الله أرحم بنا من أنفسنا. هو العظيم سبحانه، هو الكريم. يا شيخ يا جمال يا أخي، هذا مثل اللي قلناها اليوم في الدعوة، تقول صلي جمعني الله بك في الجنة، يختلف عن صلى الله يجعل وإلا إلى النار وبئس المصير. شوف المنظر، هو طبعا لما يصلي قد يصل للنار، لكنك أن تبين لي أنك محب لي، تفاءلوا بالخير هذا لأن الحبيب كان يعجبه، ولأن الإنسان غالبا يتحقق له سبحان الله ما كان ينتظره من الله. لأنك يا أخي تنتظر من الله كل خير، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. من الخطوات العملية والاستراتيجيات المهمة في صناعة الفأل أن تغير البيئة المحبطة اللي تثبطك. المريض هذا الذي لا يرى في الكون إلا الظلام، ولا يرى في الكوب إلا النصف الفارغ، والذي لا يقع كالنحلة على الزهر، إنما أكرمكم الله كالذباب لا يقع إلا على سوء، هذا المجالسة له تعدي. إذا كانت الأوبئة تعدي، والأدواء والأمراض بعضها يعدي، وإن كان المرض لا يعدي بنفسه لا عدوى ولا طيرة، لكن قد يدخل صحيح على سقيم. فوالله إن أكثر ما يعدي في هذه الأزمان ديوانيات ومجالس ومقاهي. واحد من الناس جالس هناك، وللمعلومية ترى المتشائم لو رأى وجهه استعاذ هو من وجهه 7 مرات. ولذلك يقولون المتفائل دائما ينطبع تفاؤله على صفحة وجهه، مبتسم، خير دائم، خير دائم. تلاحظ قديما كان الآباء والأجداد خيرة، ودائما الأب يقول يا الله يا الله عسى ما تكره النفس خيرة. يا سلام، سمعتها من أبي وأمي كثيرا، يعني اللهم اجعل كرهنا لبعض الأمور هو الخير الذي أنت الله تعدنا به. ولذلك دائما كما قال بعض أهل العلم، لو أن الله أنزل لك أو كشف لك سجف الغيب والله لا تختار لنفسك إلا ما اختار الله لك، لأنه الحكيم، لأنه الرحيم، هو العظيم سبحانه. ولذلك رب العالمين، رب العالمين هو يربيك، ألا يعلم من خلق، هو اللي يربيك. ولذلك لا تجالس أولئك الذين يقنطونك، يصحرونك، يدعنونك متشائم، غير البيئة. ولذلك أحبابي ترى ما يحب بعضنا، في بعض الناس مكروه. أحدهم يقول لي يا شيخ أنا دائما يا شيخ إذا دخلت الناس يبتسمون يقطعون البسمة، إذا كانوا يتكلمون يسكتون، أريد أبني صداقات ما أستطيع. قلت خافك الله يحفظك معك النار، معك كبريت وتوقد في قلوبهم الآلام. قال لا بس أنا أحلل اقتصاديا أحيانا وأحلل سياسيا. قلت إذا دمرته النتيجة لم ينجح أحد اقتصاديا، ولا يدخل بداية شهر خلاص يقول الاقتصاد جايتكم النكبات والبترول بيطيح بسم الله، والدخل سينقص والعلاوات ستزول بسم الله. وأما السياسة فوالله إنهم ينوون، وخططهم القادمة هي أن يأخذوا الأرض الفلانية ثم يدمروا الأرض، لا وعندهم صواريخ توصل على بيوتكم. أعوذ بالله من الشيء يا أخي، ما تروح تنوم أزين، رح يا أخي توضو صل ركعتين ونم. جلوسك مع هذا والله يا أخواني ينقص العمر، لكن لو جلس مع واحد وبشرك نحن بخير ولا زلنا بخير والعاقبة بيد الله وهو أرحم بنا من أنفسنا، ووالله لا أرجو من الله ما أرجو من الله إلا خير. لا يا أخي أحسن الظن بالله. ولذلك قال الله في الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. دخل الحبيب على أعرابي كبير فقال له طهور إن شاء الله، كبير والحمى تحرك أواصره، طهور. لاحظ كلمة جميلة، يعني أن هذه الحمى تطهر ذنبك ثم يعقبها العافية. قال طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. أعوذ بالله من الشيطان. قال إذن
هي كذلك. هو من يضع نفسه في هذه الدار. فلما خرج الحبيب سمع صياح أهله مات رحمه الله. نعم طهور يا أخي ما تدفع القضاء لكن تجعلك مبتسم. كثير من الأطباء هذه الأزمان يقولون بأن كثير من الأمراض الأدواء الصحة النفسية والصحة البدنية دمرها توقع المرض، الخوف من المرض. ترى بعضهم مريض الآن ما راح يسوي تحاليل، ليه؟ قال خلاها مستورة، ولا أنا عارف أن دمار في دمار فيني كوليسترول وضغط، ولما حلل ما وجد شيء، لكن عايش 20 سنة متعذب، راح الألم اللي هو في نفسه، وبدأ أحيانا بمرض نفسي جديد من أمراض النفس التي الآن تروج. إذن غير قناعاتك وغير بيئتك المحبطة واجلس مع المتفائلين، فإن المتفائل لا يغير في الكون شيء، لكنه يعرف الله أكثر من أولئك الذين يكيلون إدارة الكون إلى غير الله. جميل. ولذلك يقولون أجمل علاج للتفاؤل أن تحب الله حبا تعرفه به، فلا يكون في قلبك بقعة من الأسى بعد ذلك، تورق كل العروق الميتة هذه حب الله، إكسير السعادة، بوابة الفأل. ليه؟ لأننا أحبابي، وهي من علاجات أيضا التفاؤل، أن الإنسان إذا أحب الله يحب نفسه. يا أخي حب الدنيا، ما دمت في الدنيا أحبها يا شيخ، وإذا كنت في وسط مجتمع بيتك أحبهم. هذا الحب وش معناه؟ لن يحب متشائم، ما يحب للمتفائلين يا شيخ. يجي الابن يا بني أنت بطل وأنت أسد وستأخذ الأول، هذه الكلمات الجميلة ويحب الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يحفز أصحابه ويرمم تلك القلوب اللي أحيانا أتى أبشر بخير. لاحظ عمرو بن العاص، أبسط يدك أبايعك، ثم كفها، لما يا عمرو مد يدك؟ قال أشترط، قال أنا أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. خلاص كل الأهلام انتهت يا أخي، لا تعدد علي حتى التائب. يا أخواني من الفأل أن الله جل وعلا قال لنا في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء، قال بعض المفسرين الشيطان تشوف لها، فقال الله فسأكتبها للذين يتقون، خرج الشيطان. فتفاءل يعني بعدين، ثم إن ماذا أنت المتشائم وقاعد يذكرنا أن الأرض هذه محترقة، وأن بكرة أسوأ من اليوم، وأن اللي بعده سيكون أسوأ منه. طيب أنت الآن في الدنيا كم ستمكث؟ لو تقول أنا سأموت ثم ماذا؟ أحد يكره من أحب لقاء الله؟ حب الله لقاء على أكبر المآسي اللي عندك، بعض الآلام اللي حدثت على أهل الشام لأن الله أرادهم أن يدخلوا الجنة بسلام، فابتلاهم ببعض الطغاة، أولئك لهم العذاب، وهؤلاء بإذن الله في دار السلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب وتنتهي الآلام. حكمة. انظر إلى الأحداث، فالحبيب صلى الله عليه وسلم حياته كلها فأل، سيرته كلها فأل، لكن العبد اللي ما يعرف ربي مشكلته يا شيخ عبد الله، الشيطان محتل الموقع هذا، فأخرج الشيطان من الجزر المغتصبة من قلبك، فإذا خرج الشيطان منها عادت من جديد بالبريق.